السلام عليكم خواتاتي. في هذا الفيديو الجديد اللي جبت لكم من محل اكسون اللي عندي ظل مره ما حطيت لكمش فيديو من هذه الانواع، والاكثريه تاع خواتاتي اللي تبعوا فيا يحبوا من عشاق الفيديوهات تاع لا فيسيل تاع الديكوراسيون، الاشياء الجديده اللي تجي في المحلات والاسعار سواء كانت منخفضه او الجديد. المهم خواتاتي ماشي راح نطول عليكم في هذه الفيديو، راح نقول لكم برك كل حاجه صورتها لكم وكانت حاجه جديده في خاصه في بدايه الفيديو، رايحين تشوفوا السعر تاعها قدامكم والاسم تاع البرودوي ولا دوموسيون تاعو معناتها الحجم تاعو، وهكذا تستفادوا كامل بلا ما نعطلكم. راح تتبعكم نحط لكم موسيقى ثانيه اللي تعجبكم في اخر الفيديو. ثاني البنات حطيت لكم بالنسبه للبنات اللي يحبوا التجميل، حطيت لكم ثاني جهه من التجميل، وفي الاخير ختمتها خارجه مع صاحباتي ما شاء الله اللي عندي مره ما شفتهمش، كلينا في الغوستورون هكذا تشوفوا مع بعضنا كيفاش تقدينا، وختمتها مع لي كلاص. ان شاء الله برك الخواتاتي يعجبكم الفيديو، ما نطولش عليكم نخليكم تشوفوا حدكم الفيديو. كاينين حوايج كيما قلت لكم راهم جدد حطيتهم لكم في بداية الفيديو، ومن بعد كاين حوايج هذوك اللي شفتوهم من قبل، او كاينين الناس لسه اللي راهم دخلوا جدد واشتركوا وما يعرفوش مي فيديو ما شافوش لي فيديو تاعي من قبل. نقول لكم اهلا وسهلا بكم، وكما فرحتوني واشتركتوا في الفيديو ان شاء الله تقعدوا كما احنا تبقاو مشاهدات وفيات ومشتركات وفيات. بالنسبه للناس الجدد اللي راهم دخلوا يشوفوا في هذا الفيديو وما اشتركوا مازلتوا ما اشتركتوش، اشتركوا واضغطوا على جرس هكذا يجيكم كامل الجديد. المهم البنات نخليكم مع هذا الفيديو، برك ما تنساوش ديروا الاعجاب وشاركوا الاهل والاحباب في هذا لي موديل. وكما قلت لكم مادام قربنا على رمضان كاين حوايج بزاف اللي يعجبوكم اللي راح تستعملوهم في شهر رمضان. المهم البنات نخليكم تشوفوا الفيديو، مشاهده طيبه ان شاء الله، وفي اخر الفيديو ان شاء الله نتلاقاو. من قبلنا
هنا اخواتاتي جيت في نهاية الفيديو، ان شاء الله برك عجبكم الفيديو والحوايج اللي حطيتهم لكم استفدتوا منهم. ثاني حطيت لكم هذيك الموسيقى الخفيفة، قلت هكذا تفوتوا الوقت بيهم وما تحسوش باللي الفيديو طويل. هنايا البنات ثاني كما قلت لكم، اذا كنتوا حابين نحط لكم فيديوهات كم بهذا النوع، كما تعرفوا شهر رمضان راه قادم وكان بزاف محلات يحطوا حوايج جدد على جر رمضان او اواني، حتى المحلات الفرنسيه تعرفوهم يديروا هذاك الاكلات الشعبيه تاعنا، يعني كان بزاف حوايج. اذا كنتوا حابين برك ندير لكم هذو الفيديوهات وباه سهل عليكم الامر، معناتها تشوفوا الفيديوهات تاعي وتعرفوا المنتوجات اللي جات جديدة سواء من أكل أو ديكوغاسيون أو أواني، هذا برك قولوا لي في التعليقات تاعكم. بالنسبة لهذا الفيديو البنات في الغيون تاع لابوتي، كما قلت لكم أنا ما جربتش كامل لي ماسك، بالنسبة لخواتاتي اللي جربوا أنواع من هذا الماسك دخلنا برك التعليق تاعها، هكذا كامل خواتاتنا يستفادوا. أنا برك شريت الماسك تاع اليدين، احنا كيما نقولوا انغون تاع ليما، هي اللي راح نجربو لكم ونقول لكم رايي بصراحه، اذا كان سلبي نقول لكم، اذا كان ايجابي نقول لكم، هكذا تستفادوا من هذه المشتريات اللي نديرهم. بالنسبه ثاني في هذا نهايه الفيديو نقول لكم خواتاتي بالتشجيع تاعكم هي اللي رايحه كيفاش نقولوا نحط لكم كل يوم لي فيديوهات. ثاني كي نشوف الفيديوهات طالعين في مشاهدة نعرف بلي راكم مهتمين بهذو المواضيع اللي نحطهم لكم. هكذا ديما نقول لكم خلوا تعليق ما فيها حتى حاجة، إذا شفتوا الفيديو خليتوا في التعليق في نفس الوقت وهذاك الإعجاب، لأنه هذاك الإعجاب هو اللي يزيد يشجعني بزاف. بالنسبة لهذا البرودوي البنات تاع الماسك مع الأرجيل، ثاني اللي جربته تخلينا كنت حابه نشريه لكن كنت شويه متخوفه لاني عندي البشره تاعي حساسه، اللي جربته تقول لنا عليه. حاول ثاني ندير لكم هذوك لي برودوي اللي نسحقوهم سواء في المكياج سواء في التزيين تاع الاظافر. المهم بالنسبه ثاني هذو لي بواتي البنات عجبوني بزاف، انا عندي بصح قل من هذا الموديل، هذه الفورماسي كبيره اللي ديري فيها كامل المكياج تاعكم عن اورغانيزاتور، كان هذا النوع تاع 2.95 وكان هذاك تاع 8 يورو. هنا بالنسبه للبنات اللي يديروا المكياج مع الميغوار تاعهم ما يكونش باين، هذا اللاد برك لا لوميير تقدر تلصقها في الميغوار تاعها وهي فيها لا لوميير اللي تقدري تشوفي مليح، سورتو الكحول الماسكارا وهذوك الحوايج اللي ديروهم يبانوا مليح. ثاني من بالنسبه للبرودوي هذا تاع نيتواياج تاع الفيزاج مع لابغوس تاعو، كان هذه الكريمه اللي حاطينها، انا ما جربتهاش البنات، انا برك ندير لكم في هذاك الفيديو ودائما نقول لكم انتم اللي تخلوا التعليق وانتم اللي نستفادوا منكم، كامل اللي جربوهم يخلونا التعليقات تاعكم. البنات بهذا الفيديو نختمو معاكم ونقول لكم شكرا على المشاهده وشكرا على التعليقات اللي تخلوهم وعلى الاشتراك دائما، ونقول لكم نخليكم في رعاية الله وحفظه، ونبارك في نهاية الفيديو ان شاء الله تستمتعوا بهذا الفيديو لاني حطيت لكم الخرجة مع صاحباتي كما قلت لكم، بصح ما درت لكمش وين غوستورون اللي كليت فيها. اذا كنتوا حابين تعرفوا خلوا لي تعليق نقول لكم، لاني انا كما تعرفوني اذا ما كنتش متحمسه لحاجه بزاف ما نحطها لكمش، بصح اذا كنتوا حابين تعرفوا اي مطبخ عفوا اي غوستورون نحطه لكم. انا برك حطيت لكم في البدايه تاع الغوستورون لو منو بلس البري تاعو، نتوما اللي راحين تشوفوا اذا كنتوا حابين، كما احنا نقولوا كل واحد والبيدجي تاعو، معناتها الاسعار راها محطوطه. اذا عجبتكم وحابين تعرفوا وين غوستورون خلي لكم سينو مكان اعلى. اخواتاتي بهذا نقول لكم في نهايه الفيديو استودعكم الله في رعايته وحفظه، ان شاء الله نتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله، ونستنى التعليقات تاعكم ما تنساوهمش لانها محفزه ليا وهي اللي تخليني نحط لكم فيديوهات كل يوم، يعني هي اللي تحمسني هذيك الفيديوهات. ما تنسوش الاشتراك والاعجاب وشاركوا الاهل والاحباب هذا الفيديو. باي باي.